نورهان طمان جاهزه بلقاء مع العميد محمد مرجات، طبعا رئيس مجلس اداره شركه سيتي كلوب ونائب رئيس مجلس اداره شركه استادات. خلينا نروح لنورهان والعميد محمد مرجان. تفضلي نورهان. بجدد التحية بكم مرة أخرى وبضيفك الكريم يا كابتن أحمد، ومساء الخير لمشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا طبعا معانا العميد محمد مرجان نائب رئيس شركة استادات الوطنية. زي ما قلت يا كابتن أحمد، الحديث عن حفل أو بروتوكول توقيع الشراكة ما بين استادات والبريد المصري النهاردة، يعني حفل طبعا منظم وجميل كالعادة، وطبعا حضرتك مشرفنا كالعادة في قناة النادي الأهلي. طبعا يعني أنا بشكر قناة النادي الأهلي، وجزء طبعا ما نقدرش دايما نسيبه معاه بعض على طول إن شاء الله. أولا لازم نبارك لهيئة البريد المصري وبنبارك لهم على الشراكة، وإحنا سعداء جدا بشراكتهم من خلال شركة البريد الاستثمار. إن شاء الله هيكون مردود بإذن الله قوي على الرياضة بالكامل. وأنا عايز أقول بقى حاجة مهمة جدا، متهيألي جه الوقت من النهاردة، وأنا شايف اللي فيه بقى لنا فترة بنتحرك، بس النهاردة بقى الحلم هيبدأ يتحقق. جه الوقت اللي إحنا مش عايزين نسمع كلمة دعم في الرياضة. النهاردة الرياضة دي صناعة، صناعة قوية جدا. الاستثمار الرياضي هو ده، يعني نغير الدعم للاستثمار الرياضي. لازم الرياضة النهاردة تكون ذراع قوي جدا من أذرع الدولة الاقتصادية. دول العالم كتير الرياضة بالنسبة لهم ده قطاع بيبقى مهم جدا في الاقتصاد. عايزين من اللحظة دي إن شاء الله نغير بقى دعم للاستثمار. احنا بنستثمر عشان خاطر الصناعة، صناعة قوية جدا، صناعة هتعود علينا كلنا كمجتمع بمردود قوي جدا، مش مالي فقط لا غير، لا ده مالي واجتماعي وثقافي. يعني هو ده اللي احنا عايزين نفكر فيه ونتكلم فيه، وان شاء الله باذن الله بالشراكه مع البريد. وبشكر طبعا الاستاذ شريف رئيس مجلس الاداره اللي هو يعني مؤمن بهذا الموضوع، ويمكن من كلامه باين واضح. وبشكر مجلس اداره السادات وكل العاملين في شركه السادات، لان فعلا كان تعب قوي جدا، يعني تعبنا كتير الفتره اللي فاتت، يمكن ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا النهارده. وبشكر المجلس اللي قبلينا اللي هو صاحب الفكرة أو أصحاب الفكرة، كل واحد شارك في الفكرة وكل واحد بيدعمها، وكل واحد النهاردة سبورت عشان نجاح الفكرة دي. لازم نقول له متشكرين كرياضيين، احنا كلنا موجودين النهاردة ومعنا نجومنا، ومش هم دول بس، احنا ايدينا ممدودة لكل نجوم مصر، بنقول لهم متشكرين، واللي جاي باذن الله يكون احسن واحسن ان شاء الله. اي حاجه فيها العميد محمد مرجان طبعا لازم تكلل بالنجاح، بس كنت عايز اسالك بلغه الشارع، ازاي نبقى عندنا استثمار رياضي وفي نفس الوقت ما يبقاش هدفنا كله الربح؟ ما هو تاني استثمار رياضي، انت الاول دايما بتقولي دعم، دعم بدعم لكن ملوش ناتج. النهارده الاستثمار الرياضي مش هدفه ربح فقط لا غير. الاستثمار الرياضي النهارده انت عندك استثمار رياضي بتعملي محو اميه الرياضه. يعني ايه محو اميه الرياضه؟ انا بحب لعبه عايز امارسها، انا بوفر لك النهارده العنصر اللي يوصل لك الرساله دي او يحقق لك غرضك، وانت يبقى عندك النهارده بتمارس اللعبه اللي انت عايزها، مش شرط تبقى قطاع بطوله. ولكن النهارده هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، من حق كل مواطن يمارس الرياضه. الاستثمار احنا بنستثمر عشان نكتشف مواهب، احنا بنستثمر عشان خاطر بنبحث عن المواهب في كل محافظات مصر. النهارده انت رايحه لكل المحافظات عشان تدوري على الموهبه اللي موجوده، وفي نفس الوقت من خلال انديه سيتي كلاب بتوفري مجتمع ثقافي، مجتمع علمي ان شاء الله باذن الله على اسس علميه سليمه، مجتمع رياضي، يكون مجتمع يحتوي ولادنا. النهارده ابنائنا في المحافظات ما كانوش لاقيين المكان اللي يحتويهم، النهارده لا، احنا بنوفر النادي الاجتماعي الثقافي الرياضي عشان خاطر يبقى كل واحد في محافظته احنا رحنا له لغايه عنده. ان شاء الله باذن الله مش هتبقى سيتي كلاب بس، لا هتلاقي فيه انديه كتير بعد كده، وهتلاقي فيه توسعات اكتر. ولكن اللي انا عايز اقوله، مصر فيها كنز اسمه منشآت رياضيه. الفتره اللي جايه لازم هذه المنشآت تشتغل، لازم هذه المنشآت تتحرك باقصى قوه، لان انا عندي قناعه ان صيانه المنشآت الرياضيه في تشغيلها، مش اللي انا ابني واقفل. احنا دلوقتي بندور كل منشاه رياضيه موجوده ازاي هنشغلها، كل منشاه رياضيه موجوده اتعملت واتكلفت ملايين ازاي هنبدا نشغلها، وازاي فعلا نستثمرها، ازاي افتحها لابنائنا عشان خاطر يبقوا موجودين فيها. هو ده اللي احنا هنتحرك فيه الفتره اللي جايه، وبنتحرك فيه بقى لنا فتره. كلمة أخيرة بقى يعني للناس اللي تابعت النهاردة الحفل وتمنياتك للمشروع إن شاء الله. أولا يعني الناس اللي تابعت الحفل كلنا بنقول يا رب اللي مصر النهاردة تتأهل
للنهائي وعندي يقين. توقعاتك كام كام بقى بمناسبة ان انا صدقت ان انت تبقى معانا؟ يعني انا قلت 1-0 وفي يعني محب المشاوير 2-0 وانا ربنا يكرم ان شاء الله، بس بامر الله بامر الله ايا كان انا عندي تفاؤل وان شاء الله هنتأهل باذن الله، وايا كان النتيجة احنا رجالتنا ما شاء الله شرفونا ومتهيألي كل الشعب المصري عارف كده كويس. الحاجة الثانية انا عايز اقول لكل اسرة سيتي كلاب وكل الابناء اللي موجودين في محافظات، مش شرط هتبقى عضو، لا احنا هنروح لك وهنعمل الاكاديميات اللي موجوده اللي تتوافق مع كل المجتمع، والموهبه اللي احنا هنكتشفها احنا فعلا هنستثمر فيها مش هندعمها، هنستثمر فيها، لان في يوم من الايام الاستثمار ده هيعود عليا انا بالربح حق الاستثمار اللي احنا عملناه. فهو ده اللي احنا بنقوله، احنا موجودين ان شاء الله باذن الله في كل محافظات مصر. النهارده احنا 16 مكان 16 نادي، لا احنا عندنا طموح اكبر من كده بكتير، زي برضو ما اخويا سيف الوزير قال ان شاء الله باذن الله نخش افريقيا، ان شاء الله باذن الله هنروح لاهلنا اللي في الخارج، المصريين في الخارج، عشان هو بيتعب بره موجود وبيشتغل بره عشان خاطر ولاده، لا احنا هنروح لغايه عنده عشان خاطر النهارده هو بيتعب يبقى عارف كويس قوي اللي ابنه موجود فيه مجتمع رياضي كويس. واحنا اهم حاجه بالنسبه لنا مشروع القرن حياه كريمه ورؤيه مصر في 2030، كلنا بنحلم. انا قلتها قبل كده ايام النادي الاهلي وقلتها كتير لو انتوا هتتذكروها، اللي مش هيلحق يعمل مشروعات استثماريه ويساعد الدوله المصريه في ظل وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي مش هيلحق يعمل حاجه بعد كده. انا قلت الكلام ده مش النهارده، قلت الكلام ده من سنه ومن سنتين في النادي الاهلي، يمكن شايفين المنشات اللي حصلت في النادي الاهلي في وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي برضه بيحلم، فاحنا بنحلم معاه، فربنا يوفقنا جميعا ان شاء الله باذن الله. شبابنا اشتغلوا وتعبوا، احلامكم هتتحقق بالتعب مش اللي انا هفضل قاعد. النهارده لسه كنت بكلم مع سيف وبكلم على الزملاء، عشان كده لازم اشكر كل العاملين معانا العشر شهور من خناقات لشغل لتعب لمجهود ليه ما بحسناش بيها غير النهارده. المرحله خلصت اللي احنا اتعلمناه، بنقطع الصفحه، المرحله الجديده ايه؟ الرؤيه الجديده ايه؟ هو ده اللي احنا هنبدا فيه، ونتقابل تاني ان شاء الله باذن الله عشان نشوف احنا حققنا ايه ونحاسب بعض. دايما بيقول احنا بنحاسب نفسنا قبل اي حد. الحديث مع حضرتك يعني مش عايزه اخلص بجد، يعني انا مش يعني انا عماله افكر في اسئله تاني، اقول يمكن اسال تاني ونطول الحديث شويه، ولكن طبعا حضرتك شرفتنا كالعاده في على شاشه قناه النادي الاهلي، وسعيده جدا باجراء حواري معك. شكرا جدا. انا متشكر جدا جدا، التوفيق ان شاء الله. ده طبعا كان لقائنا مع العميد محمد مرجان نائب رئيس شركة استادات الوطنية، وحديثه المطول عن توقيع البروتوكول اليوم بين شركة استادات والبريد المصري. إن شاء الله كل الدعم وكل التوفيق لشركة استادات الوطنية في مشروعها القادم. شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو.